السلام عليكم، ازيكم؟ كيف اخباركم واحوالكم؟ ان شاء الله طيبين وبالف صحة وعافية. احنا الحمد لله بخير. اليوم طبعا زي ما شفتوا الجو كان رهيب، فرغم انه المطرة كانت سابة لكن الجو كان لذيذ جدا. فالمهم قلت شنو الليلة عاوز اعمل معاكم روتين تشجيعي، وحس زي ما شايفين اول حاجة طبعا كالعادة من الصباح كده لازم اشرب لي كوباية قهوة ولا نسكافيه عشان اتشجع كده. ما هو اصلا انا زعلت عشان عودت نفسي للكافيين، فالمهم جت لي زي الادمان، فحسي كبيت لي شويه قهوه، وبرضو عشان الجو الرهيب ده في الاجواء الممطره بحب انه ابخر البيت وكده يعني، بس بنحس بالدفى كده والجو رهيب يعني. المهم بعد ما شربنا الشاي بعد ده داير ابدا اعمل شويه حاجات في البيت. فالمهم هنا كان عندي البراويز مدققه في الغرفه بتاعت النوم، وهنا القماش ده كنت مستخدمه كبس يعني شكل في البرواز، لانه قبل كده كان قماش يعني كبير وعملت منه اكياس مهدات في الصاله، والباقي قمت دخلتهم هنا في البراويز واستخدمتهم، لكن حسي حبيت انه اغير شويه فتبعت لي شويه صور واستخدمتهم. ويلا بعد ذاك عشان ارتب الغرفة فهنعمل فاكيوم للصالة والممشى والغرفة. المهم بعد ما خلاص خلصنا من ترتيب الصالة والغرفة حبيت استخدم الديفيوزا في بعض الأحيان، وبستخدم بعض العطور الزيتية المناسبة يعني للتنفس وكده زي البيبرمينت خاصة في الشتاء هسي حاليا، فمن صوتي ذاتي منزلة. فالمهم النزل الأيامات دي ما فارقتنا نهائيا، بس بيمسك واحد ويخلي الثاني بس بالدور كده في البيت. فالمهم حبيت ان استخدم الديفيوزا، وحتى بالليل بحب ان استخدم الديفيوزا بالبيبرمنت عشان بس يساعدني يعني في التنفس وشنو وغير الجو شوية. فالمهم هسي داير اطبخ، فعندي جدادة هنا فغسلت الجدادة بس بالموية وشوية خل، وانا شخصيا يعني ما بحب انه اشيل الجلد برا من الجداد، بالذات لما داير اطبخ يعني ملاح ولا حمر الجداد وكده، بس بحس انه يعني اللحمة بتنشف من غير الجلد ولا الجلد. فلكن ابو عامنا زوجي ما بحب انه يعني اطبخ بالجلد وكده، يعني ما بحب الطريقة دي، وبرضه يعني ما صحي،
فالمهم شلت الجلدة برا، لكن بس بحيث انه اللحمة بتنشف بدون الجلدة وزي ما في طعم كده، يمكن احتمال بس حالة نفسية يعني. فالمهم هنا شلت الجلدة برا، وبعد كده بس بقطع الدجاج بس على حسب رغبتكم طبعا. فأنا حسي بس بفصل الجلادة وبعد ذاك ببحرها برضو بالبحارات على حسب رغبتكم، وكالعادة بحب أعمل كده، ومرات بحب إنه أشوي الجداد كده بس بعد ما خلاص ملحت اللحم وشنو. لكن في اليوم ده بس اشتهينا نعمل شوية جداد بالفرن مع الخضروات وكده، وأنا خاصة بحب البمبي شديد في الخضروات، فقلت شنو لازم أجيب شوية بمبي مع الجداد وكده في الفرن، وبرضو طريقة سهلة وسريعة وطعمة جدا جدا. فكده خلاص حسي بعد ده نبحر اللحمة. وفي ناس سألتني قبل كده أن القلبة دي بتاعت البهارات، وأنا جبتها من محلات الحنوت لأنه هم ذاتهم زيني كده يعني بيحبوا البهارات وكده، فدائما يندون القلب زي دي في دكاكينهم. فالمهم جبت لي القلبة دي من دكان الحنوت، وضفت هنا شوية بهارات، وحسي هنضيف البهارات دي في اللحمة. فهنا عندي بس شوية قرنفل، عندي من النعناع المجفف، وعندي شوية حبهان مجفف، عندي شوية كركم وشوية بابريكا، وبرضو كبيت هنا شوية شوية كمبة، وعندي شوية برضو الكمون يا الشمار. وحسي خلاص كده بس بخلطهم كلهم كده مع بعض، وحتى بعد ذاك ضفت شوية زيت برضو. وهنا الناس اللي بيسألوني أنا بقيت هنا أنا بقول ماجي، لكن زي الملح بتاعت الخضروات وشنو جميل جدا في كل الأطباخ يعني، بدي طعم جميل جدا أفضل من الملح، لكن برضو الملح بس يعني ممكن يعني بعض الناس صحي أكتر طبعا من كده، لكن بس ده بيخلي طعم الأكل جميل. وضفت شوية برتقان برضو يعني بصير برتقانة كاملة، فبخلطهم كلهم مع بعض، وضفت ليا شوية من الزبادي برضو. ويلا حسي برضو ضفت شوية ثوم، بودرة الثوم يا الفريش ما فرقت كتير، ونخلطهم كلهم كده مع بعض. حتى بعد ذاك أملح الجدادة كلها كده بالتتبيلة دي. حتى بعد ذاك نقطي خضرواتنا، فبس نعمل كده. وممكن تعملوا كده برضو في بعض اللحوم، وبرضو بس تفرزن اللحوم عشان الأمور تبقى لكم سهلة يعني في بعض الأحيان. فأنا بنحب انه نمشي نجيب جداد كمية في بعض الأحيان، وبس عشان بقطعهم كده، وبعد ذاك بملحهم على حسب البهارات اللي أنا عاوزة، وبدخلهم الفريزر. ومتى ما نحن حبينا، وطبعا الطعم بيكون أحلى لأنه البهارات بتسقي في اللحوم خلال الفترة اللي كانت في الفريزر. لكن أنا حسي بس كده طوالي حبيت كان أعمل شوية جداد بالخضروات، وما كنت عاملة من بدري. فالمهم تبلت الجداد، وحسي بقتي في الخضروات، وخطيت الجداد بس في التلاجة شوية عشان بس البهارات تسقي في اللحمة. وحسي هنا بس عندنا شوية جزر شوية فلفل، وطبعا أنا بحب البمبي شديد، فمرات بعمل زي اللي كنا بنعمل في السودان، نغلي البمبي وبعمل لي شطة بالدكوة كده حاجة رهيبة. لكن هسي بس مرات كمان بس بلوي شوية بمبي في القستير، وبدخلهم الفرن وبيستووا بطريقة ممتازة جدا جدا. حتى بعد ذاك بعمل لي شطة كده جميلة جدا جدا وبستمتع. المهم حسي كمان هنا دايركت علي شوية بصل برضو، حبيت أضيف شوية بصل. وهنا بس في باقي التتبيلة بس حسي بتبل باقي الخضروات، وضفت شوية زيت زيادة، وبرضو شوية من الباجيت الملح. وكده خلاص حسي بنضيفهم كلهم في الصينية عشان ندخلهم الفرن، وبس بملحهم كويس. حتى بعد ده كمان نجيب الجداد ونحط الجداد من فوق هنا للخضروات، وهنغطيهم كويس بالقستير وندخلهم الفرن. ففي بعض الأحيان كم لو عملت كده وما دايرة مثلا أحط أدخل الجداد برضو في الفرن، وبستخدم التتبيلة وبس بعمل لي شوية خضروات، وبدخل الخضروات الفرن عشان يستووا، والجدادة بشويها برا في الكانون
بالذات يعني احنا بنحب انه نشوي بالفحم اكثر من انه نعمل باربيكيو، بس الطعم بيكون اجمل. فالمهم هسي بعد ما خلاص حطيتهم كده كويس بالقصدير، بدخلهم الفرن لحد ما الجداد تستوي، ويلا نواصل نعمل شوية ترتيب. حط اللحظات النادية وانت ساحة المغربية، قعدتك جنب عيونك سرحة في الدنيا البهية، قعدتك جنب عيونك سرحة في الدنيا البهية. خفنا من السفر اللي بيودي للمسافة القصية، قصة الزول اللي مش فارق ربع عشرة على الوصية، ربع عشرة على الوصية، قلب عشرة على الوصية. طيب بعد ما خلاص انتهينا من ترتيب المطبخ، طبعا هسي لازم ادخل الملابس الغسالة. نحنا لازم كل يوم انا وابو امنا لازم، بس المهم الواحد فينا شاف الملابس لازم يدخل الملابس الغسالة، لانه لو تركناهم بس يوم واحد زي تقول في 20 زول عايش معانا هنا في البيت، فيعني بتتراكم شديد، فكل يوم بندخل ملابس الغسالة. فهسي شنو حسي دخلت الملابس هنا بالغسالة، بس كبيت شوية أكسيكشن عشان الأطفال وشنو عشان الملابس ما تتعتق، وسوفتا، وبرضو لازم أستخدم شوية من الديتول بتاعت الملابس يا حق الأنتي باكتيريوم. فالمهم حديف شوية برضو، حتى بعد ذاك هنشغل الغسالة. وبرضو عندنا شوية ملابس لناس أمنا محمد برضو عشان ما أخلي الملابس تتراكم ليا. كل ما نزلت ملابس من السلك لازم برضو يعني يوم الثاني ولا كده ألقى لي فرصة خلال قبل الأسبوع يخلص أكوي الملابس. لو انتظرت بس 5 6 أيام كده الملابس بتكتر وتبقى لي كمية، وأنا طبعا ما بدور المكوى نهائيا. فشنو بس جيت أستغل الوقت، كل ما أنا دخلت الملابس الغسالة ونزلتها بعد طوالي بكويهم على طول عشان ما تتراكم ليا. فالمهم حسي هنا قاعدة أكوي شوية من الملابس اللي نزلتها. أيوة برضو في ناس سألوني إنه ما شايفين عندنا الشافة، فنحن ما عندنا الشافة، لكن شنو بنعلق الملابس برا في البرندة في ورا البيت، يعني في الباكيات محل الحديقة محل اللي بنقعد داكا هناك فوق بنعلق الملابس. وبرضو في زولة قبل كده قالت لي كان في التعليقات إنه لو عاوزة أنظف المكوى أستخدم البنادول. أنا طبعا كنت مستخدمة وكالعادة بستخدم القستير، لكن لقيت إنه القستير برضو ما بنظف لي المكوى بسهولة، لكن والله ما جربت البنادول كده، لكن حسي بس تذكرتها، ف إن شاء الله كده أجرب البنادول لو ندف لي كتر خيري.
والله يا اخوانا انا شاكره مخدره، في ناس كثيره بتديني نصايح وبجد بستفيد منها، زي ما يعني بقدم لكم فيديوهات وبتمنى انه تستفيدوا كمان انتوا. فانا ذاتي بستفيد جدا من نصايحكم وتعليقاتكم، ودايره اشكركم جدا جدا والله كتر خيركم. فانا سعيده جدا جدا حتى بالناس اللي بتنصحني، فطبعا يعني نصيحتكم مرحبه وقاعدة أتعامل بها، وطوالي يعني بلقى فعلا الحاجات زي ما أنتوا بتقولوا لي، زي ما أنا يعني مثلا أوريكم نصيحة ولا حاجة برضو قاعدة أستفيد من نصائحكم، فشكرا لكم. فهنا كنت دايرة أغسل الخضروات والفواكه، كان أبو عمنا مش السوق وجابهم، فالمهم قلت شنو أغسلهم قبل ما نستخدمهم. وإحنا طبعا المفروض إنه دي تكون لنا ثقافة من بدري، إنه يعني مثلا نغسل الخضروات يعني إحنا بنغسل الخضروات، لكن بنغسل الخضروات بمثلا ممكن نضيف شوية خل ولا الكربونات المفترض يعني، لكن زمان بس بغسل الخضروات بموية عادية وخلاص. لكن بعد ما الكورونا جاتنا ويعني حبشتنا كده بالصوت ورتنا الويل، فقلنا شنو نعمل حسابنا تاني ونكون حاجينك شوية. هنا ذاتنا ما كان جاتنا كورونا عزبتنا عذاب، لكن شنو كانت زي النزلة، لكن تعبنا شوية الحمد لله كويسين. فالمهم بس الأطفال ما كان جاتهم كورونا، فالمهم حسي بقيت شنو لازم انظف الخضروات ولا الفواكه، اي حاجة جبناها البيت كده بتتأكل، ولا الاطفال طوالي كده بيحبوا انه ياكلوا على طول، زي محمد بيحب انه يشيل تفاح مرات وكده، فبنعمل حسابنا فبنغسل الخضروات كلها كده ولا الفواكه كويس بشوية خل، ومرات برضو نضيف شوية كربونات حتى بعد ذاك نجففهم ونتركهم، عشان لو نهنا ولا الاطفال ذاته حبشوا الخضروات ولا الفواكه خلاص يعني نظيفة. خفت في الغربة البعيدة المسافة تعبت منين، والعيون الشايل فيك بكرة بتلف بدنك، والأماس الحلب تحسن المشاوير انا طبعا بحب البصل الاخضر شديد، فحسي زار علي كميه في الحديقه بتاعتنا في البيت، فالمهم حسي دايره اجيب لي تاني كميه من بانينكس. انا كالعاده بشتري من بانينكس، يا في محل كده جنب البيت برضو بنشتري منه الخضروات ولا الشتل، وفي محل برضو احنا هنا عندنا زي سوق السبت، يوم حنمشي معاكم حنشوف هناك مرات يعني التجار اللي عندهم حاجات الجديده والقديمه والخضروات، المهم حاجات كثيره هنا يعني اسمه سوق السبت، فبس يعني بمشوا هناك وبيفرشوا ويعني بنشتري الخضروات من هناك برضو، فدايرة امشي اجيب لي شوية خضروات زيادة. فالمهم هنا خلاص زي ما شايفين بعد ما اللحم استوت خلاص جدادتنا جاهزة، وزي ما شايفين الصوص رهيب، وانا طبعا ما بتاعت بطاطس، ما بحب البطاطس نهائيا. فهنا عندنا البمبي والخضروات كلها استوت زي ما شايفين، طلعت جميلة جدا جدا، ان شاء الله لو جربتوا الطريقه دي ان شاء الله تنفع معاكم. وكده خلاص حسي كده جهزت الاكل، وبعد ما نجهز الاكل بعد ده عندي ملابس برضو ببرا، محل قلت لكم قبل انه احنا بنعلق الملابس برا، فحسي دايره بعد ده انزل الملابس واتبقهم
وكده بنكون خلصت. حبيت اقدم معاكم بس روتين خفيف كده فان، فان شاء الله تكونوا قضيتوا زمن جميل معانا، ولحد المرات الجايه اشوفكم على الف خير. مع السلامه.